طيب خلونا نروح لكابتن حمد إبراهيم المدرب العام للإسماعيلي. كابتن حمد بقى أبارك طبعا لحضرتك على هذا الفوز، ويعني تعديل لترتيب الإسماعيلي في الدوري، وشفنا هو مش فقط فوز، ده كمان فوز وأداء. ربنا يخليك يا صدر، الحمد لله رب العالمين. يعني أنا بقول بحمد ربنا وبشكر ربنا طبعا، النهاردة التوفيق كان محالفنا جدا، وبقول فرقة البنك الأهلي فرقة كبيرة وهارد لك مع مدرب كبير طبعا، لكن الحمد لله رب العالمين التوفيق النهارده كان معانا. الولاد بيأدوا من أول السيزون بشكل جيد جدا، لكن ما كانش معانا التوفيق، لكن أنا بحمد ربنا النهارده لأن هم 3 بونت كانوا مهمين جدا عشان الولاد يأدوا بصورة جيدة ويأدوا من غير ضغوط، ودي حاجة مهمة جدا. يعني بنقول حاجة مؤقتة كده، 3 بونت برضو يعني شكلهم كويس ان هم يخرجوك بس من الحالة النفسية اللي ممكن تلازم الولاد، ان هم بيعملوا مباراة جيدة وما بيحصلش فيها توفيق. فيا رب المباراة اللي جاية شفنا الماتشات بتاعت الإسماعيلي مؤخرا، يعني بقى له 3 4 ماتشات الأداء كويس، بس يعني التوفيق لم يكن يحالفه. بس قول لنا كابتن حمد، يعني وأنت كده قاعد وسط المدرجات وسامع الهتافات جماهير الإسماعيلي الجميلة، كنت حاسس بإيه؟ لا حاجة يعني أنا بقول لك، وده من قلناه من أول السيزون، حاجة يعني من الحاجات المميزة جدا إنك يبقى وراك جمهور بيشجع من أول دقيقة لغاية آخر دقيقة. صحيح، ودي حالة ما حصلتش خد بالك في النادي الإسماعيلي بقى لها فترة كبيرة، إن الجماهير تفضل تشجع 90 دقيقة وبيشجعوا بجد، وأنت عارف هم يعني بقى عندهم مصدقين في أداء كويس جدا، مصدقين إن عندهم ولاد مبشرين جدا بأداء جيد، فلازم عايزين محتاجين مسانده، ودي حاجه مهمه جدا. وفعلا الجماهير السنه دي حاجه يعني تفرح، زي ما بيقولوا يعني انا بقول تهز اي لعيب وتخلي اي لعيب يأدي باحسن حاجه عنده، وتقاتل من اجل الناس ديت انها عشان تروح وهي مبسوطه، فدي حاجه مهمه جدا. لكن في الاول وفي الاخر هي كره قدم، ممكن يبقى في كل النتائج موجوده في كره القدم، لكن ان شاء الله يا رب يكونوا سعداء على طول ونقدر نفرحهم على طول ان شاء الله. عمر السعي بيتقمص يعني دور ابراهيم موفيتش وبيسجل هدف بكعب رجله، يعني ولا اروع. قلت له ايه بعد الماتش؟ يعني والله يعني بنشجع الاولاد بشكل جيد جدا، عمر لعيب من اللعيبه كويسه جدا، لعيب مبشر جدا، يعني انا بقول ان هو ان شاء الله يعني يبقى عنده ثبات شويه بس في المباريات كلها. هيروح في حته كويسه ويروح منتخب مصر طبعا، شجعناه وكابتن ايهاب يعني انت دول اولاده كلهم وبيحييهم بشكل مميز جدا اكيد، وان شاء الله يا رب يستمروا على كده باذن الله الفتره اللي جايه. كابتن حمد، الماتش اللي جاي عندكم ماتش انبي، استعداداتكم للماتش ده هتكون ازاي؟ طبعا انبي اتغلب اخر مباراتين ليه، اعتقد دي فرصه ليه ان هو يعوض يعني، او يحاول ان هو يعني يرجع تاني للمردود اللي احنا عارفينه عن نادي انبي. تعليماتكم ايه للفريق؟ انبي عامل مباراه جيده جدا، فريق كبير ومعاه مدرب كبير كابتن تامر، وطبعا هزيمتين ورا بعض، النهارده هزيمه كبيره من سيراميكا. طبعا خد بالك ممكن في حاجات ما تعبرش عن المباراه نفسها، لكن انا بقول فرقه انبي فرقه كويسه ولا يستهان بيها، وان شاء الله بس باذن الله نحاول نشوف الشكل المناسب ان احنا نقدر نلعب معاهم، ويا رب ان شاء الله يكون التوفيق حالفنا باذن الله في المباريات اللي جايه ان شاء الله. يعني انا ارجو ان ال 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 الاداء والمردود اللي عمله نادي الاسماعيلي ما يكونش يعني حاجه كده ايه زوبعه في فنجان، وده يكون اداء او استمرار للتحسن في اداء نادي الاسماعيلي. بشكرك شكرا جزيلا كابتن حمد ابراهيم المدرب العام للنادي الاسماعيلي.